بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه كره اليد الاهلي وسبورتنج. المباراه تاتي في الجوله السابعه في الدور الثاني من دوري المحترفين لكره اليد. المباراه ستقام في تمام الساعه الخامسه على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. المباراه مهمه لكلا الفريقين دائما ابدا، الاهلي وسبورتنج مباراه تتسم بالنديه. قبل ما نتناول المباراه فنيا وتحليليا برحب بضيف اللي منورني في الاستوديو الكابتن ياسر صلاح، كابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق ومدير فني فريق كره اليد سيدات السابق وايضا مدير فني فريق 2002 و2004 مرتبط الدرجه الاولى بنادي هليوبوليس. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن عايز. التعريفه كده مظبوطه ولا عندنا غلط؟ لا تمام الحمد لله. منورنا يا كابتن ومشرف قناه النادي الاهلي. وانا سعيد بيك. الله يخليك. كابتن النهارده المباراه يعني اكيد مهمه، طبعا الدور ده دور قبل النهائي، ست فرق هيطلع منهم اربعه يمكن تقريبا بشكل كبير يعني حسمنا الصعود للدور الثاني، ولكن يبقى ترتيبك مهم لانه بعد كده هتصعد ببعض النقاط. شايف المباراه مهمه ازاي النهارده للفريق؟ بس مباراه سبورتنج لو هنيجي نشوف سبورتنج والاهلي بالذات هنلاقي ان الفرق ما بينهم بسيط، فرق نقطتين، جديه في مباريات من اول الدور التمهيدي. هنقول ان الاهلي كسب في الدور الاولاني في التمهيدي 32-31 فرق جون. المباراه اللي بعدها تعادله اللي في الدور الاول، في الدور كان تعادل كان تعادل 26-26 في اسكندريه، 26 في اسكندريه. فالمباراه واخده شكل تكتيكي كويس جدا، الفرقتين على اعلى مستوى. تمام. انا شايف ان النهارده هيبقى مباراه صعبه على الفرقتين. طب خلينا يا كابتن نروح لارض الملعب ومراسلنا الاعزاء فاروق صلاح وسالة حامد من ارض الملعب عشان يلقونا كالعاده الاجواء واستعدادات الفريقين للمباراه. اتفضل يا فاروق. طبعا برحب بالكابتن هيثم السعيد، برحب بك يا كابتن هيثم، وبرحب بكابتن مصر وكابتن النادي الاهلي كابتن ياسر صلاح، برحب بالزميله سالة حامد، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده من جولات استوديو الابطال، المباراه اللي هتجمع ما بين النادي الاهلي وفريق سبورتنج على صاله الامير عبد الله الفيصل. طبعا كلام مهم جدا، يعني عايز اخد استهل كلام الكابتن ياسر صلاح انها مباراه تكتيكيه، هتبقى مباراه قويه وصعبه جدا خاصه بعد نتيجه التعادل اللي كانت هي عنوان المباراه الاولى اللي كانت اقيمت في الاسكندريه وانتهت بالتعادل ب 26-26. مباراه في غايه الاهميه، وهنشوف جيم من الجانب التكتيكي العالي جدا ما بين الكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الاهلي وايضا الكابتن محمد عبد السلام المدير الفني لفريق السبورتنج. الفرقتين النهارده موجودين بيأدوا من خلف العمليات الاحماء استعدادا للقاء. سلا مباراه مهمه جدا، استعدادات مهمه جدا للنادي الاهلي في هذا اللقاء وايضا لفريق سبورتنج. بالفعل يا فاروق زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بكابتن هيثم وبضيفه الكابتن الكبير الكابتن ياسر صلاح وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان اللي هنكون معاهم ان شاء الله. يعني النهارده انا وزميلي فاروق صلاح من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وبالتحديد من صاله امير عبد الله الفيصل عشان ننقل لهم يعني كل الامور والاستعدادات لمباراه اليوم، يعني مباراه الاهلي وسبورتنج في الجوله السابعه من الدور الثاني لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. يمكن يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف يعني الاجواء ورايا، بالفعل بدا لاعبي النادي الاهلي ولاعبي سبورتنج يقوموا بعمليات الاحماء قبل انطلاق مباراه اليوم. كمان النهارده يعني قبل المباراه بساعتين كان في زي محاضره فيديو ميتنج او محاضره فيديو ما بين يعني كابتن طارق محروس ولاعبي النادي الاهلي قبل مباراه اليوم. المحاضره استمرت ل 45 دقيقه، كان بيتكلم فيها مع لاعبي النادي الاهلي يعني عن بعض النقاط الضعف والقوه اللي موجوده عند نادي سبورتنج، كمان العناصر واللعيبه المهمه اللي موجوده في صفوف نادي سبورتنج والاخطاء اللي كانوا بيرتكبوها لاعبي النادي الاهلي في المباريات الماضيه انهم يتجنبوها في مباراه اليوم، وكمان الاخطاء بتاعه يعني لاعبي نادي سبورتنج يركزوا عليها ويستغلوا الاخطاء دي عشان يحققوا نتيجه ايجابيه في مباراه اليوم. ده بالنسبه لاستعدادات النادي الاهلي. كمان يعني كان في المباراه الاخيره المباراه الماضيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي امام سموحه كانت في مدينه الاسكندريه وانتهت بفرق نقطه واحده بس ما بين النادي الاهلي وسموحه، وكانت النتيجه 23-22. ده كان بالنسبه للمباراه الماضيه. يمكن يعني بعد المباراه دي يا كابتن هيثم لاعبي النادي الاهلي ريحوا او اخذوا راحه لمده 24 ساعه واستمروا او وصلوا التدريبات بشكل طبيعي كل يوم لحد امبارح قبل مباراه اليوم. يمكن يعني زي ما النادي الاهلي يا فاروق استعد بشكل قوي لمباراه اليوم
اليوم ولاعبي النادي الاهلي يعني عايزين يحققوا نتيجه ايجابيه النهارده. يمكن كمان نفس الحاجه عند لاعبي نادي سبورتنج، عندهم حاله تركيز شديده جدا واستعدوا بشكل قوي لمباراه اليوم. بالفعل يا زميلتي سالا، عايز اقول لك كابتن هيثم على الجانب الاخر الكابتن محمد عبد السلام المدير الفني لفريق سبورتنج اللي كان حضورهم الى القاهره بالامس من الاسكندريه وللمبيت باحد الفنادق القريبه من النادي الاهلي بالجزيره، النهارده عقد محاضره الفيديو مع اللاعبين بعد وجبه الافطار، اتكلم على المباراه، شرح بعض يعني لقطات الفيديو الخاصه بالمباراه اللي انتهت بالتعادل في الدور الاول 26-26، وايضا اتكلم على ايجابيات وسلبيات المباراه الاخيره، خاصه انه حقق الفوز على فريق الجيش بنتيجه 28-23 في اللقاء الماضي. من النقاط المهمه جدا يا كابتن هيثم اللي انا عايز اتكلم فيها ان الفريقين النهارده عقب نهايه اللقاء هيصطحب يعني سويا الى الاسكندريه، يتجه سويا الى الاسكندريه. النادي الاهلي عنده مواجهه مع فريق البنك الاهلي هتكون في تمام الساعه 6 على غدا ان شاء الله على صاله النادي سبورتنج، بينما نادي سبورتنج هيواجه فريق سموحه في تمام الساعه 8. من النهارده من ضمن غيابات فريق سبورتنج على هذا اللقاء بيغيب الحارس سيد محمد للاصابه يعني الشد في العضله الضمه، ايضا اللاعب حسام خضر وايضا اللاعب احمد عبد الرحمن لاعب النادي الاهلي السابق. ومن خلالك يا كابتن هيثم عايز اتوجه بخالص العزاء، كلنا بنتوجه بخالص العزاء للاعب احمد عبد الرحمن لوفاه والده تغمده الله بواسع رحمته، يعني النهارده بيغيب عن هذا اللقاء واحد من لاعبي فريق سبورتنج وايضا لاعب النادي الاهلي السابق. ايضا على الجانب الاخر فريق النادي الاهلي اسال في غيابات مهمه جدا في فريق النادي الاهلي في هذا اللقاء. بالفعل فاروق زي ما انت قلت يمكن في العديد من الغيابات يعني موجوده في صفوف فريق النادي الاهلي، يمكن في موجود 5 غيابات منهم 4 مصابين وهم عمر سامي دحروج جناح الايمن لفريق النادي الاهلي، كمان عمر خالد كاستلو وإيهاب عبد العزيز الشهير بيزيزو وعبد الرحمن فيصل، دول الأربع الغيابات أو الأربع المصابين اللي موجودين في صفوف فريق النادي الأهلي. كمان في غياب واحد كمان وهو حارس مرمى النادي الأهلي محمد عصام الطيار بسبب احترافه في الخارج. يمكن يعني دي يا كابتن هيثم كانت كل الغيابات اللي موجودة في صفوف فريق النادي الأهلي، عناصر مهمة طبعا يعني عناصر أساسية دايما بنشوفهم في التشكيلة الأساسية لفريق النادي الأهلي ودايما بيكونوا موجودين في السكواد أو السكور لفريق النادي الأهلي. ولكن نقدر نقول يا فاروق إنه حتى بالرغم من الغيابات دي او العناصر المهمه دي اللي هتغيب عن مباراه اليوم، ولكن نقدر نقول زي ما فريق الكوره رفع شعار الاهلي بمن حضر في بطوله كاس العالم للانديه النهارده ان شاء الله، او عامه في بطوله الدوري النادي الاهلي برضه بيرفع شعار الاهلي بمن حضر وان شاء الله النهارده يحققوا الفوز على نادي سبورتنج. بالفعل يا كابتن هيثم هتبقى مواجهه قويه جدا ما بين الاهلي وفريق سبورتنج النهارده. قبل ما اختم مع حضرتك يعني اقدر اقول لحضرتك ان خلاص الترتيب احنا بنتكلم فيه للزمالك الاهلي سبورتنج الجيش، اقدر اقول لك ان خلاص الاربعه هيبقى يعني صعودهم ان شاء الله للمرحله الثانيه الدوره المجمعه الاولى، واقدر برضو من خلالك اكد لك ان شاء الله هيكون الدوره المجمعه الاولى غالبا هتبقى في الاسماعيليه في صاله هيئه قناه السويس، بينما الدوره الثانيه هتكون في صاله اكتوبر صاله الدكتور حسن مصطفى. ايضا النهارده بيدير اللقاء تحكيميا كابتن هايدي السعيد وياسمين السعيد، كابتن عبد الحليم شعبان مراقب المباراه، الميقات الكابتن محمود هاني والمسجل الكابتن يوسف عمرو. دي كانت كل الكواليس كل الاخبار قبل انطلاق مباراه الاهلي وسبورتنج من هنا من صاله الامير عبد الله الفيصل. احنا موجودين معاك يا كابتن هيثم لو في اي استفسار او اي تساؤل. الحقيقه انتم ما شاء الله غطيتوا كل حاجه يا فاروق، بشكرك شكرا جزيلا. طبعا زملائي الاعزاء فاروق صلاح وسلاح حامد من ارض الملعب بشكركم شكرا جزيلا، غطيتوا كل الامور المطروحه او تساؤلاتنا. يعني زي ما وضحنا لحضراتكم ووضح فاروق وسلا ان عندنا 5 اصابات تاكد غيابهم، فيصل وزيزو وعمر سامي دحروج وكاستيلو او عمر خالد وسيسا، الخمس لاعبين بيغيبوا بشكل كامل عن الفريق ومنهم 3 اصابات كبيره يعني الحقيقه الف سلامه عليهم. وده كان اهم تصريحات كابتن طارق محروس، ان شاء الله نحاول ان برضو نجيب لكم التصريح اللي كان معانا امبارح او المكالمه بتاع كابتن طارق محروس هنعرف اكتر اصاباتهم. وبالمناسبه برضو بنعزي اللاعب احمد عبد الرحمن لاعب نادي سبورتنج اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني صبره يعني بسبب وفاه والده، الحقيقه يعني خالص العزاء ليه ولاسرته وربنا يرحم والده ويتغمده برحمته، خالص العزاء طبعا للاعب وللفريق والنادي سبورتنج. كابتن يمكن الغياب في الفرقتين يعني حدث ولا حرج، احنا عندنا 5 غيابات، سبورتنج ايضا بيعاني من غياب حارس مرمى واثنين لعيبه، فمباراه برضو يعني الغيابات هتبقى يعني مؤثره اكيد بشكل او باخر. اكيد يعني انت عندك دلوقتي عبد الرحمن فيصل في الخط الخلفي، ده غيابه هيأثر كتير. بالنسبة لكاستيلو برضو نفس الكلام، خط الأمامي من الناس الهيلة وسنه صغير طالعين، هيأثر طبعا على أداء الفريق، بس البدائل موجودة. هو بس اللي موجود دلوقتي سيسا ده لسه ما قررش
هيلعب ولا مش هيلعب، كانت اصابته ممكن ان هو هنفاجئ ونلاقيه في المباراه، فربنا يسهل. ده برضو من العناصر. بس انا كابتن طارق محروس كان معانا امبارح بالهاتف وقال انه سيسا قدامه ممكن اسبوعين او ثلاثه مش جاهز. احتمال واحتمال. احتمال يلعب النهارده. طب ده كويس. انا عندي اخبار ان سيسا بيسخن، يعني كلام حضرتك مظبوط فعلا، هو سيسا فعلا بيسخن وبنسبه كبيره ان شاء الله يشارك، ودي حاجه تسعدنا. يعني دلوقتي احنا عندنا اربع مصابين، حتى الجزيري اسامه الجزيري اللاعب المحترف كان لسه راجع من كورونا ويمكن اتمرن تمرينتين فقط. بالظبط. فطبعا غيابات، يعني بس زي ما اتعودنا وزي ما اتربينا في النادي الاهلي، الاهلي بمن حضر اللي هيلعب وهيأدي النادي الاهلي. طب كابتن خلينا سريعا كده نستعرض قائمه فريق النادي الاهلي ونشوف الاول الجهاز الفني، خلينا في الجهاز الفني لرجال يد الاهلي. اتفضل يا كابتن. عندنا طبعا رئيس الجهاز كابتن ياسر الرملي، المدير الفني طبعا طارق محروس، مدرب عام اشرف عواد، هشام عبد الوهاب الشهير بميشو مدرب، هاني النجدي طبعا المدير الاداري، محمد ابو زيد اداري الفريق، الدكتور محمد ابراهيم طبيب، محمد نجيب اخصائي الاصابات، وعندنا الدكتور احمد القط طبعا محلل اداء، احمد محمود مخطط احمال، محمد شهير مدلك الفريق. تمام يا كابتن. طيب انا برضو احب اوضح حاجه عن الجهاز الفني. كابتن طارق محروس المدير الفني كان اصيب بكورونا والحقيقه وغاب 10 ايام عن التمارين وعن حضور الماتشات. النهارده اول مباراه يحضرها كابتن طارق محروس بعد عودته من كورونا. الف سلامه عليك يا كابتن طارق، ان شاء الله ربنا يسلم كل اللاعبين واللاعبات والاجهزه الفنيه في كل مكان. كابتن نستاذن حضرتك نستعرض قائمه الفريق اللاعبين، اتفضل يا كابتن. عندنا قائمة اللاعبين عبد الرحمن رقم واحد اللي هو حارس مرمى، أحمد راضي مواليد 98، محسن رمضان، مصطفى خليل، إسلام حسن، سيف هاني اللي هو فوكس، عبد الرحمن طه رقم 16 حارس مرمى، إبراهيم المصري طبعا كابتن إبراهيم المصري من اللعيبة اللي ليهم وزنهم، محمود نعمان، مهاب سعيد، محمد لاشين، ياسر سيف، احمد هشام اللي هو سيسا، احمد عادل، اسامه الجزيري، عمر حجاج. اذا ده كان تشكيل النادي الاهلي، واحب اوضح ان في ثلاث ناشئين مصعدين بقائمه الفريق. عندنا سيف هاني فوكس الحقيقه اللي ادى مباريات كبيره الفتره اللي فاتت خاصه امام الزمالك وايضا امام سبورتنج هناك في اسكندريه. عندنا محمد لاشين، احد خليكم فاكرين الاسم ده، محمد لاشين احد لاعبي الخط الخلفي اللي بيجيدوا التصويب من السبعه والتسعه الحقيقه من اللاعبين الصاعدين الواعدين واللي ثبت وجوده بشكل كبير، وياسر سيف ايضا احد اللاعبين المصعد طبعا الفريق الاول، بالاضافه الرابعهم مهاب سعيد. اذا كابتن طارق محروس النهارده بيعتمد على سد عجز الاصابات بتصعيد الناشئين الحقيقه اللي ان شاء الله يكون ليهم دور كبير، وهو ده الفلسفه التي قامت عليها يعني بناء هذا الفريق، وهو الاستعانه بصغار السن وبناء مستقبل كره اليد في النادي الاهلي. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين ونرجع نكمل كلامنا وتحليلنا الفني عن مباراه الاهلي وسبورتنج، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، بفكركم تاني ان شاء الله مباراه الاهلي وسبورتنج كره اليد في الجوله السابعه في الدور الثاني من دوري المحترفين كره اليد ان شاء الله في تمام الساعه الخامسه هنلاقيها لحضراتكم على الهواء مباشره. اللي مش هيقدر يشوفنا على شاشتنا على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعنا على قناتنا على قناه يوتيوب وايضا على صفحتنا على الفيسبوك بث مباشر، يقدر يتابع فرقته من اي مكان الحقيقه. واحنا بنحاول مجتهدين في قناه النادي الاهلي انا وجافه الزملاء ان احنا ننقل لحضراتكم اخر الاحداث واهمها على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن هنتنقل على سبورتنج، محتاجين نستعرض اسماء الجهاز الفني لفريق سبورتنج، اتفضل يا كابتن. جهاز سبورتنج هيبقى علاء الصعيدي رئيس الجهاز، محمد عبد السلام مدير فني، نبيل عبد المولى مدرب عام، محمد عبد الصبور مدرب حراس المرمى، محمد البنا مدير اداري، محمد بدر مخطط احمال، الدكتور علي حسن اخصائي علاج طبيعي، مصطفى عبود محلل اداء. ويمكن يا كابتن كنا بنتكلم في الفاصل ان سبورتنج السنه دي عامل طفره الحقيقه. محمد عبد السلام عامل شغل كويس جدا معاهم، عامل طفره كويسه. انا شايف مشوار سبورتنج في الدرجه الاولى ماشي كويس، الفروقات بقت بسيطه،
يعني انا شايف السنه دي ان الدوري قوي اقوى من اي فتره فاتت، اقوى من اي فتره. انت بتلاقي الفرقه يعني انت تمهيدي، بعدين دوره مجمعه دور اول ودور ثاني، بعدين دوره مجمعه دور اول ودور ثاني، بعدين دوره كمان بعدها دور اول ودور ثاني، يعني على الاقل كل فرقه هتقابل بعض حوالي 7-8 مرات. فالدوري قوي، فدوري قوي، دي اول مره تحصل. صحيح. فدي انا شايف ان سبورتنج عامل طفره في الناشئين كمان، مطلع ناشئين كويسين 2002 و2004 ماشيين كويس. طيب كابتن، نستعرض اسماء قائمه رجال يد سبورتنج ايضا، اتفضل يا كابتن. معانا من اللعيبه احمد وليد رقم 1، محمود طه فرج رقم 3، عمر محي الدين رقم 4، هشام عادل انور هشام عادل رقم 5، احمد عبد الله رقم 6، شادي محمود خليل رقم 7، والولد ده دايره هايله كويسه، نور خالد جابر، يوسف خالد جابر، مهاب حسام، احمد سعيد، محمد جمال، محمد ياسين، السيد محمد السيد، احمد عبد الرحمن، حسام خضر، محمد سمير، احمد قاسم، محمد جمال، جلال خرشد، احمد مجدي. نعم، يعني واضح اسامي مميزه، وسبورتنج الحقيقه يعني لما بيقف في كره اليد على رجله الحقيقه بيعمل بازمه، يعني لانه ملعبهم زي ما كنا بنتناقش، الملعب هناك في سبورتنج ملعب ضيق، ملعب ضيق، الصاله صغيره، لما بيبقى فرقه كويسه على ملعب ضيق بيبقى صعب يتغلب، بيبقى صعب يعني. احنا كاهلي لما بنيجي نلعب احنا متعودين على الصاله بتاعتنا والاستاد او اي صاله تانية بتبقى فيها اوسع شويه، فبيدي راحه للاعب. نعم. اما هناك في سبورتنج فالموضوع مقفول شويه. نعم كابتن، طب خلينا نجيب جدول ترتيب الفرق ويعني نسمع تحليل حضرتك للارقام، الارقام لا تكذب ابدا. هنتكلم عن الست جولات اللي فاتوا، النهارده دي الجوله السابعه، يمكن مباراه الزمالك انتهت منذ قليل بفوز الزمالك على سموحه 29-28، يعني كانت مباراه قويه ولكن استطاع نادي الزمالك يحسمها 29-28، ودي كانت قبلينا في الوقت عشان كده عارفين ميعادها. ده الجدول اللي بنعرضه على حضراتكم على الشاشه، يعني نقدر نشوف مثلا الاول الفريق الاول عندك، يا ريت تسيبوا لنا الجدول يا جماعه واحنا بنتكلم عشان الارقام. ده بعد الجوله السادسه، الفريق المتصدر مين يا كابتن؟ حاليا دلوقتي الزمالك لعب 6 فاز 5 تعادل 1، الاجمالي بتاعه 28، بس هو في النقط الاعتباريه بتاعه 2002 و2004. نعم. هو واخد 3 من هنا و3 من هنا، هيبقى الاجمالي 28. بس يا كابتن في نقطه، يعني هو ليه 186 هدف وعليه 150 هدف، خلينا فاكرين الرقم ده. مزبوط. عشان نقارنه مع الاهلي تحت، اتفضل يا كابتن. الاهلي لعب 6 فوز 4 تعادل 2، له 183 عليه 143، فرق الاهداف حوالي 40، النقط بتاعته 16، النقط الاعتباريه 4، الاجمالي 20. طيب اعتباري المرتبط 2002 3 نقط، واعتباري مرتبط 2004 3 نقط، يبقى الاجمالي 26. طب خلينا نتوقف يا كابتن هنا، هجوم نادي الزمالك 186 هدف، احنا هجومنا 183 هدف، اذا هجوم نادي الزمالك اقوى بثلاث اهداف فقط، يعني اولموست تلين زي بعض في الهجوم. دفاعيا احنا دخل فينا 143 هدف بس، الزمالك دخل فيه 150 هدف، اذا احنا اقوى دفاع. اقوى دفاع. اقوى دفاع، مش بس بيننا وبين الزمالك ولكن في البطوله كلها احنا اقوى دفاع. بالظبط كده. تمام. طيب خلينا نشوف سبورتنج يا كابتن، يعني سبورتنج برضو الثالث، سبورتنج الثالث برضو لعب 6 فوز 4 تعادل 1 هزيمه 1، ليه 159 عليه 147، فرق الاهداف 12، النقط بتاعته 15، الاعتباري 3، الاجمالي 18. اعتباري 2002 3 برضو، واعتباري مرتبط 3 24. يبقى 24. ويجي في المركز الرابع طلائع الجيش، والمركز الخامس البنك الاهلي، والمركز السادس سموحه. ده كان ترتيب الجدول، يمكن احنا خدنا بس اول ثلاث فرق، ويمكن مباراه سبورتنج النهارده. ولكن يبقى هنا مباراه مهمه، احنا عندنا دفاع قوي وهم ايضا عندهم دفاع قوي. مظبوط. فهنا مين اللي هيفك لوغاريتمات الثاني؟ هو الماتش هيبقى في الملعب، ماتش هيبقى كويس، بس خلينا نتكلم على مشوار الاهلي. يعني ايه مشوار الاهلي؟ هنقول ان الاهلي في الجوله الاولى 36 لعب مع سموحه، الاهلي 36 سموحه 16. نعم. الجوله الثانيه برضو الاهلي 26
26 وسبورتنج 26 اللي كانت هناك تعادلنا. الجوله الثالثه كانت الاهلي 35 والبنك الاهلي 22، طبعا فرق الاهداف كبير. الجوله الرابعه الاهلي 34 وطلائع الجيش 28. الجوله الخامسه الاهلي والزمالك 29-29 تعادل. الاهلي وسموحه في الجوله السادسه 23-22. طب خلينا نستعرض برضو مشوار سبورتنج يا كابتن، اتفضل. مشوار سبورتنج، مشوار سبورتنج، سبورتنج مع طلائع الجيش، سبورتنج 26 طلائع الجيش 26 سبورتنج، طلائع الجيش 24. الجوله الثانيه سبورتنج 26 الاهلي 26 اللي هو التعادل اللي كان هناك. الجوله الثالثه سبورتنج 26 وسموحه 19. ده بيبقى ديربي دايما بين سبورتنج وسموحه. سبورتنج والزمالك، سبورتنج 26 الزمالك 29، سبورتنج والبنك الاهلي، سبورتنج 27 والبنك الاهلي 26. الجوله السادسه سبورتنج وطلائع الجيش، سبورتنج 28 طلائع الجيش 23. نعم. وخلينا برضو يا كابتن من الجدول السابق اللي احنا اتكلمنا فيه على الارقام، هنتكلم عن متوسط الاهداف اللي بتخش في النادي الاهلي والنادي الاهلي بيحطها، يمكن متوسط هجوم النادي الاهلي، متوسط الاهداف اللي بيسجلها في المباراه على في الست مباريات اللي فاتوا 30.5 هدف. ده متوسط تهديف النادي الاهلي في كل مباراه السته اللي فاتوا. يمكن بيتلقى شباكه وبتتلقى شباكه متوسط اهداف 23.8. لو رحنا لسبورتنج هنلاقي متوسط اهداف سبورتنج 26.5. يمكن تهديف او اللي بيخش في نادي سبورتنج هيبقى بتقريبا حوالي 24.5 هدف. تقريبا الارقام لصالحنا يا كابتن، ولكن المباراه في الملعب. يعني يمكن احنا متوسط الهجوم احنا بنحط 30 هدف، متوسط سبورتنج 26 هدف. الدفاع بيخش فينا احنا 23 هدف، سبورتنج بتتلقى 24 هدف. يعني الارقام لينا، ولكن حضرتك قلت المباراه في الملعب. في الملعب. في ظل الاصابات. يعني الاصابات انت شايف حضرتك طبعا اكيد غياب وينجين مهمين عندنا. بالظبط. وواحد في خط الظهر مهم جدا فيصل. عبد الرحمن فيصل. هجوم. فيصل دوره مش دفاعي بس، مش هجومي بس ولا دفاعي بس، بيدافع وبيهاجم. بيدافع وبيهاجم. طب شايف يا كابتن النهارده النادي الاهلي محتاج يلعب ازاي؟ نادي الاهلي من المباراه النهارده بالنسبه له مهمه جدا. محتاج هدوء، محتاج اعصاب من حديد زي ما بيقولوا. هيعدي المباراه، لان المباراه دي بعدها مباراه في 3/3 كاس مصر. فبالنسبه للنادي الاهلي مع سبورتنج، نعم. على سبورت في ملعب سبورتنج مباراة صعبة. فمحتاج نفسيا ان احنا النهارده، مكسب النهارده هيفرق كتير قوي معانا في ترتيب الدوري ونفسيا على كاس مصر. نعم. وخلينا اقول برضو يا كابتن انه يمكن النهارده الفريق اللي بيتأهل للدور اللي بعد كده، عشان بس نوضح للسادة المشاهدين، احنا ست فرق بنلعب رايح جاي دلوقتي. بالظبط. بعد كده هيتأهل اربعه بشكل كبير تم حسمهم، اهلي زمالك طلائع الجيش وايضا سبورتنج. مش بالترتيب بس يعني ده اللي هيتاهله. هيطلع الفريق الاول هياخد نقطتين، الفريق الثاني نقطه ونص، الفريق الثالث نقطه، الفريق الرابع نص نقطه، فهتبقى الفروق طفيفه. انما الحسم هيبقى في الدورتين اللي جايين. في الدورتين اللي جايين انت هو دلوقتي الفرق هيبقى ايه؟ نص نقطه بس، يعني فرق نص نقطه. فهنقول ان هو المشوار طويل لسه. نعم. فان شاء الله انا شايف لعيبه النادي الاهلي مصممه على المكسب. نعم. وده شيء كويس. كابتن طارق محروس بيعرف يدير المباراه كويس. اعتقد ان هو النهارده ان شاء الله هنشوف مباراه قويه تشرف كره اليد. طيب كابتن، الاهلي بيلعب المباراه اللي فاتت بيتسم باللعب السريع. النادي الاهلي يمكن نسبه تهديفه عاليه، عشان هو او كابتن طارق محروس سيستمه الاساسي هو السنتره السريعه واللعب زي ما بيقولوا الموجه الاولى والثانيه والثالثه فاست بريك. شايف ده ممكن يتطبق النهارده على سبورتنج، ولا سبورتنج ايضا صغار في السن وارضا بيرضعوا يعملوا ترانزيشن ديفنس كويس؟ الفرقتين بيلعبوا فاست بريك، ودي مشكله. هيبقى الملعب، انت لو بصيت الاهداف للفرقتين هتلاقيه ان هو اهداف كبيره. لا الفرق لينا كنت تصدق يا كابتن، يعني الاهلي حاطط 183 نقطه، سبورتنج حاطط 159 بس. يعني احنا في الهجوم اهدافنا اعلى. بس غريبه اللي على المباراه، مباراتنا مباراتنا. بدليل على الاجمالي، بدليل الماتش اللي هناك.
بالظبط. اي ماتش اللي هناك. فالفاست بريك هيبقى واللعب السريع هيبقى هو سيستم اللعب بتاع كابتن طارق محروس وكابتن محمد عبد السلام. ماشي كابتن خلاص احنا لحظات وتنطلق المباراه. استاذن حضرتك واستاذن الساده المشاهدين، خلينا نطير لصاله الامير عبد الله الفيصل لنقل احداث مباراه كره اليد الاهلي وسبورتنج مع معلقنا الكابتن مجدي حطب، فالى هناك. أهلي قناة نادي القرن، أهلا ومرحبا.